بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي، معلم أول حاسب آلي بإدارة هيئة التعليمية. هنتكلم مع حضراتكم النهاردة على وحدات الإخراج ووحدات التخزين. طبعا أول وأهم وحدة من وحدات الإخراج اللي هي الشاشة، وده طبعا عشان إيه إخراج الصورة أو الفيديو على حسب الإيه اللي هتخرجه. طبعا تاني وحدة من الوحدات عندي اللي هي الطابعة أو البرنتر. يبقى عندي السكرين أو الوحدة، البرنتر أو الطابعة الواحدة، وده عشان إخراج الورق. طبعا في منها طبعات حبر وطبعات ليزر، انجكت وليزر. في عندي عندي اكتر من نوع طبعات كده، السماعات او السبيكر. سماعات طبعا ممكن تكون زي الهيدفون ديت كده، او ممكن تكون سماعات عادية. تالت نوع البلوتر او الرسمات، او الرسمات دي طبعا اللي بيتم منها اللي هو الطباعة على الايه الجلد، او اللي هي الايه البانرات الكبيرة زي اللي هو بتاعت المحل يوفط المحلات والكلام ده كله. بعد كده عندي وحدات التخزين او الاستورج. عندي اهم حاجه من وحدات التخزين القرص الصلب او الهارد ديسك، اي لوب موجود عليه سواء بقى كان ترم او اي واحد اي نوع يعني، سواء كان بتاع لاب او جهاز كمبيوتر. عندي بعد كده الاسطوانات او القرص الضوئيه سواء كان دي في دي او سي دي، دي قرص وده قرص. عندي ممكن بعد كده الفلوبي ديسك، طبعا ده كان زمان كان بيشيل 1.4 ميجا، يعني بيشيل حاجات بسيطة كده. بعد كده اتطور بقى عندي الجاز ديسك. بعد كده عندي الزايب ديسك، وبعدين الفلاشة. طبعا الفلاشة دلوقتي ممكن احجامها بتختلف على حسب الايه نوع الفلاشة وحجم الفلاشة، احجام كبيرة دلوقتي. بعد كده عندي كروت الميموري، طبعا احجام برضو كارت الميموري بيختلف من كارت ميموري للتاني. بعد كده عندي صورة مجمعة لوحدات التخزين. شكرا لحضراتكم، نلتقي في حلقات اخرى ان شاء الله. كان معكم الاستاذ امين عبد الحسيب الضريبي، معلم اول حاسب الالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.